السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بنيجي نتكلم على الذكاء الاصطناعي، هو مش بس موقع على النت، لا كمان ممكن يكون الروبوت عنده ذكاء اصطناعي. على سبيل المثال، ممكن يبقى في عندي روبوت مهمته ان هو ينظف الشقة، وده فعلا موجود في فاكيوم كده صغيرة ممكن تشتريها وسعرها رخيص، وبتلف في الشقة وأي حاجة بتلاقيها بتنظفها. فهي في كذا حاجة احنا لازم نتكلم فيها. اول حاجه البيئه نفسها اللي هو موجود فيها. البيئه ممكن تتقسم لاقسام كتيره جدا. ممكن تكون البيئه انت عارف كل التفاصيل بتاعتها، زي مثلا قطعه الشطرنج، انما لو البيت لا، ممكن يختلف من مكان لمكان ويختلف المعرفتك بيه. ممكن توديه صاله تكون كبيره صغيره، في حاجات في النص وهكذا. ممكن تكون البيئه ساكنه ما فيش حاجه بتتغير، او ممكن تكون متغيره، ممكن تكون محددة بالكامل أو معتمدة على تصرفات الآخرين، ممكن تكون مستقلة أو في حاجة أجزاء منها متبعة أو بتتبع حاجات تانية. طيب تعال نشوف مثلا مثال على كده بحيث إن احنا نفهم الفكرة. طيب ده مثلا برنامج بسيط عبارة عن شكل الغرف وكده. هنحمل السورس كود بتاعه ده للتدريب. هو مساحة صغيرة مش هياخد وقت التحميل. اهوت مساحته تقريبا 800 كيلو بايت. اقول له افتح. اهوت ده الملف التنفيذي، والباقي الملفات بتاعت شفرة الكود، بحيث ان انت لو عايز تطلع شفرة الكود تفهم فكرة البرمجة تبرمج زيها مفيش مشكلة خالص. طيب خلينا نفكه وبعد كده نشغله. ايجنت يعني الوكيل، او يعني في جزء كده كأنك انت جبت حد وكلته ان هو ينظف شقة بدالك. فانت مثلا لو انت بتتكلم على الانسان، فهنشوف ايه الحاجات اللي المفروض الانسان بيعملها، ونشوف ايه الحاجات المشتركة بينها وبين الذكاء الاصطناعي. يعني لازم يكون في سنسور عند الانسان، اللي هو ايه، اللي هو ان هو يشوف، ان هو يسمع، ان هو يتذوق، ان هو يلمس. برضو الذكاء الصناعي لازم يكون في سنسور عشان يبقى عارف الاماكن وكده، ويكون في هيتفاعل مع البيئه دي ازاي. طيب هقول له نيو ماب، واقول له لايف تايم قد ايه، والتست كيس قد ايه، والفاير نيم اسمها ايه، واقول له اوكي. وهو بيبدا يعمل لي الخريطه، بحيث الخريطة المنظف بيبدأ يمشي ويبقى واقف في المكان وجاي له اوردر. لو المكان نظيف امشي يمين او شمال، لو المكان مش نظيف ابدأ انت نظفه. تمام، فهو بيمشي هو في المكان ويبدأ ان هو ينظف. كم خطوة؟ 100. ممكن انت تزود الارقام دي زي ما انت عايز، 1000 مثلا، او لا مكان خرج منه وبدأ ينظف الشقة بالشكل اللي انت شايفه. فيبقى كده الذكاء الصناعي فيه هاردوير وسوفتوير. طيب تعال بقى نبص كده على امثلة لحاجة اسمها ال PEAS، اللي هي ايه، ال بي بيرفورمانس، اللي هو هقيس ازاي، هعرف ازاي ان الحاجة دي صح او غلط. الانفايرومنت اللي هي البيئه اللي موجود فيها الحاجه ديت. الاكتريتور اللي هو التصرف اللي هو يعمله. السنسور اللي هو الاحساس. فمثلا لو احنا بنتكلم على مستشفى، فالاداه بتاعنا مثلا ان هو يقدر شخص الامراض مظبوط، ان الرعايه الصحيه تزيد، ان نسبه الوفيات تقل، كل الحاجات دي نقدر نحاسبها. انفايرومنت البيئه بتاعتنا، المستشفى، الصيدليه، العنايه في البيوت. تمام، التفاعل ان هو هيبدا يعالج الحاجات. ممكن مثلا ايه الاكتريتور عشان نقرب صوره بالنسبه للانسان، الايد، الرجل، الجسم الانسان، هبدا اقول مثلا الايد دي تتحرك كذا ودي تتحرك كذا، فحسب الماشين اللي عندنا، حسب الانسان الالي، ممكن يكون ليه رجل او ممكن يكون ليه عجله، الحاجات اللي هو يقدر نديله بها اوامر ان هو يتحرك بيها. السنسور اللي هو بقى الاحساس بتاعه، يقدر اكيد لازم يكون في فيجن ان هو يشوف، ان هو يسمع، ان هو يحس باللي حواليه، لو في اي حركه يبدا ان هو يتفاعل معاه.
فلو احنا بصينا على البي اس اهي، في ورقة تانية بتقول لك البرفورمانس والانفايرمنت والاكتوريتورز والسنسور، دي حاجات مهمة جدا. وبيبدأ يديك يقول لك اعمل الجدول دوت، بحيث ان انت اي حاجة، لو انت مثلا بتتكلم على تاكسي، طيب ايه العوامل اللي تقول ان التاكسي ده صح ولا غلط؟ ان هو يكون سيف، امن، ويكون سريع، ويكون قانوني، ما يعملش حاجة مش قانونية، ويكون الرحلة مريحة، ويكون في فوائد من استخدامه، البيئة بتاعتنا، الطريق، المدينة، الشارع، إشارات المرور، كل الحاجات دي. طيب الأكتريتور اللي هو إيه؟ العجل اللي موجود، الفرامل، الإشارة، الهورن اللي هو الكلاكس، تمام، الديسبلاي. طيب السنسور، في كاميرات موجودة، في سنسور، في جي بي إس عشان يبقى عارف المكان بتاعه فين. كل الحاجات دي بتفيدنا إن إحنا نبقى عارفين إحنا موجود فين، وإيه الحاجة اللي المفروض القرار إن إحنا ناخده. فهو المفروض التاكسي نبدأ نقيسه بالحاجات ديت.